السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هو كيت. الحين جيت القناة لعبة بروجكت زومبوي، اللعبة اللي قبل سويت عليها سلسلة بس للأسف اختفت تخزينها، فراح اسوي سلسلة ثانية بالتحديثات الجديدة اللي صارت، تحديثات تجنن. احنا شوفوا يا بعض انطر، هذا حق المبتدئين، لا ابي سرفايفر. انا دخلنا احنا قبل العالم هذا، بس بندخل هذا عشان نصير احسن، يعني ننوع اكثر. هذه الشخصية لا لا ما هي من سويتها انا كني. هذه المهارات الجديدة اللي طلعت، شوفوا مثلا عندك الشرطي، عندك هذا المطافي الشرطي، وشوف الشغل الواجد اللي طلع، كل شغل له ميزة. هذا مثلا شو اسمه، حطاب يقطع الخشب أسرع، وأتوقع ان هذا شنو، هذا يطبخ أحسن، شكله رايح فيها هذا. لا تعطيك 3 بوينت زيادة، اوه تصدق يعني تقدر تستعمل شيء يعني من يفيدك. هذا ما تقدر، هذا لا شنو هذا، تنقص 6 لازم من هذول عشان تبدأ لعب، ما تقدر تبدأ الا من تنقص 6. هذا بعد تنقص 3 لانه يعطيك ميزات لازم تنقص منها، لان الرجال ما يصير يكون كامل. مثلا هذا شوفوا، ايه يعطيك، ما يعطيك الا ينقص 4، لازم تنقص 4 من هنا عشان تبدأ لعب، ما تقدر تبدأ. فشو بسوي احسن شيء؟ ما بي لا هذول ولا هذول، انا اضبط نفسي بنفسي، عندي 8 اقدر اضبط نفسي فيهم. فبناخذ اشياء حلوه، اول ما اخذ ابدا تسجيل، لان الحين ما بطول الفيديو اكثر من اللازم. يلا بختار من الخصائص هذول الواجد اللي تشوفونه، شوف شوف كثر، شوف شوف. اذا اخترت مثلا هذه 10 لازم انقص من هذول، وتعرفون نفس بالتحديد المغامره اللي طافت قلتها، يلا ما يحتاج اعيد كلام. والحين رجعت بعد ما سويت الشخصيه، وما ادري حسيت اني ضيعت. هذا احسن شيء قدرت اسويه يعني بالشخصيه، اني خليته صحي يزيد، وخليته الزومبي ما يشوفونه يقلون شوفت الزومبي له، وياكل اقل ويشرب اقل ويركض اسرع. حلو، وبس في ميزات خايسه زدتها، انه يتعلم اقل يعني اكس بي باليلا يزيد، ويقرا اقل بطيء، وحظ خايس، وينام اكثر. حاولت اوزن بس ميزات هني لو تلاحظ انه صعب حيل تختاره. يعني مثلا في ميزة هذا، شوف تزيد 12 صح، بس شو تسوي؟ اصمخ الرجال ما يسمع شيء، يعني يروح فيها اي زومبي يجي من وراه ياكل على طول، ما يسمع احد، ما يسمع شيء. في ميزات ثانية هذا اضعف، مدري شنو مدري شنو، لا لا ما اقدر استعمل يعني الميزات هذه، هذا اقل ميزات تحتاج، ما صعبة صعبة حيل الميزات اللي سواها يعني واحد ما ادري ايش يقول. وميزات القوة تستانس عليها لما تشوفه، اي ابي هذا ابي هذا، بس ما تقدر تاخذهم. في ميزات حلوة واجد يعني مثل اقوى، ما ينخدش بسرعة، يدافع اكثر، ما ادري هذا سيف دفاع، وميزات واجد واجد حلوة، بس ما اقدر اختارهم. اخترت هذول على التقسيمات هذول، بس هذا اللي قدرت اسويه. ويلا نبدأ المغامرة. بسم الله بسم الله، اخيرا بديت، طولت وانا قاعد اسوي شخصية. يلا بلا يبلا شربة، يلا الشخصية هذه ميزاتي يقول لك اياها، 4 منت بس اعطوني سكيل. هذا راح تتطور بس باليلا، لاني حط الميزة الخايسة اللي هي هذه، يتعلم اقل. زين زين زين، خلنا نبدا، خلنا نشوف وزنه شنو معاه. مفتاح، مفتاح شنو هذا؟ اوه مفتاح حق البيبان، الله الله، شي شي فتحته جني. لا لا صكه صكه صكه، طيب شلون اسكه؟ اها قفل الباب، شي عجيب توني ادري عنه. يقولك صار تحديثات واجد على ما على ما هذا، واحنا ما دخلناها اللعبة. تعال رد مفتاح انه ما مفاتيح، هذا اللي يقولك علاقة مفاتيح، فتشوف كم مفتاح عندي. ترى حط، يا سلام، يلا يلا اشياء حلوة بدأت تشوفه.
اهم شيء وين ثلاث. اوه انا مضيع عند دبليو اي دي. في اكل معاي، بيلي سلاح بس عشان فار ميت. سكينة قوية، لا دمجها مصر. هذه اقوى، لا هذه اثقل. ناخذ سكينة نحطها على ما ندور جنطة وندور اشياء حلوة يعني عشان نقدر نقعد في البيت هذا مؤقت. البيت هذا ما الحين العالم الثاني هذا ما دخلته. اوه في بطة ماي، خله خله خله، انا اشرب اقل وعندي ميزات حلوة. هذا حلو ترى، جاذب حاسس بالحر لان لبسه الشتوي. انا غلطان. حلو هذه ايه تحت. شوف تسوي عشان نضمن البيت. لا والله في ستاير حق البيت هذا. اي كلوز. تسمع صوت الكلاب؟ انا اسمع صوت كلاب. صك ستاير كلهم، ما نبي احد يشوفنا. هذا مو مسكره فهمتوا؟ فشو نسوي؟ جيب هذه حطها، لا سوي هذا كذي. ايه عاد والله بدي تنسى. بعدين سكرها، ما نبي احد يشوفنا. في هني غرفة، ايه في غرفة هني. سكر سكر سكر، استر علينا. ما عندك لبس هني؟ لبس ضروري. في هني مال زبالة. يلا خلنا نفتح، خلنا نعطي فرة بس من بعيد. ها زومبي 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 زومبي. وين سلاحي؟ وين سلاحي؟ حلو مفتوح على طول. ذهب ذهب سلاحك. كل دخلت بيت سكر الباب وراك. انا الحين اظن بامان مؤقتا. يلا اكل، لا اخلي الاكل على صوب شوي. مطرق مطرق شيء مهم، بس يبيل جنطة قبل لا ابدأ اخذ. يبيل جنطة، جنطة توقع تحصلها هنا. اي هذا لبس، هذا لبس. بس وش الصك هذا استر علينا. ناخذ لبس هذا ونلبسه اللي هي هذه. لبسناه، لبس ما راح نقطه، خليه معانا. دير بالك دير بالك، خوفي والله يطلع لي زومبي. افا وانا اقول ما تشرب. يلا يلا يلا، ممكن ما شرب صار له فترة. لمتى اشرب؟ زومبي زومبي زومبي، نقدر نطقه؟ لا لا زومبيان زومبيان، لا 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 لا. ايه اوح عبالي موت. كفو هك هك هك، شكل فيه شكل فيه، اتخليه. كفو كفو، زومبي تجاني هنا شفته. سكر باب، خلنا نطلع الباب الثاني. هيه اوه صوت صعبة، ما عندي سلاح. طالع من بعيد، حلو. مسامير مو مسامير، اشياء ما راح تفيدني الحين. واحد واحد يصيح، سمعت الواحد قاعد يصيح، شكل بني ادم. انسان انسان حي حي. هذا زومبي هنا، خلنا نفتح هذه. في هذا ما في شيء. اذا فتحت الباب اتوقع انه بيت نظيف هو يعني مكفول. خلنا نفتح الباب هذا، وان في باب خلفي يمكن افتح ولا شيء. طالع من بعيد اهم شيء. هذا المطبخ، نبي جنطة.
خوش بيت شكله. في باب ورا، في باب ورا شفته. باب الخلفي اكيد دايم مفتوح. ايه افتح افتح. يلا بعد افتح. ايوه كفو. الله بيت محترم. فتش تشيز زبالة. تشيز تشيز زبالة. جس جيس عادي اخذه. لا خليه خليه يعني نحطه بدل الجنطة يعني. نشوف ناخذ لنا اكل، ترى ما عندنا اكل احنا، بس بالبيت فيه نقدر، عندنا لحم نقدر نطبخها. سهل بس هذا يجينا زومبي اتوقع هني نحصل جنطة. انا بس نبي جنطة. لا 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 افتح. ما في جنط ليش؟ شكل حظ خايس. مو حط ميزة حظ الخايس. الظاهر تفرق معاه. حلو بيت طابقين، ترى احب البيت الطابقين لان يحمي اكثر. خلينا نشوف الكتب لو في شيء يقدر. لا مجلة. غسالات تفيد غسالة؟ ما تفيد. افتح. في خشب هني. هذا خشب طايح. لا ما اقدر اخذ. يمكن في باب مفتوح. باب مقفول يعني ما في زومبي اتوقع داخله. هذا ايش فيه عطش؟ هذا المفروض ما يعطش. او ان طق. يلا خلص مو قادر افتح. زومبي 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 واجد. افتح البيت هذا. ما هذه الميزة اللي ما يشوفونك الزومبي، قليل يشوفونك فتقدر تمشي على البطاحة. الحين صار جوعان. في تونة خلنا ناخذها. بعد شو ناخذ؟ هذا شيء جديد. هذا شكله صلصة واضح. في هني توفي كنا لبنة او لبنة كذي شكله. شنو شكله؟ كنا لبنة. خلنا ناكل تفاحة. ناكل كلها. ما اكل اكل. البيت هذا مفول. ناكل اكل اكل اكل. طيب اكل اكل. ايش تبي بعد؟ كل ما كنا ترى يزيد هذا الوزن. شوف الوزن صار فيه بعد مقاس هني. زين زين تحديثات عجيبة. ناخذ هذا. ناخذ هنا. اوه هذا مال الماي. حلو حلو بس خل شوي. خل ناخذ ولاعة. اتوقع ما عندنا ولاعة. احنا بس همنا الجنطة. اذا اخذنا جنطة كمل نقدر نشيل اشياء واجد يعني. هذه ما ادري شو فائدتها. اتوقع اني بقعد البيت هذا لان الليل الحين الساعة الحين 5:30. 5:30 جنة. اي 5:30. البيت شكله شوي مع انه في زومبي برا تلاحظونها. شوفوا فصك الستاير. صك ستارة. بس خلنا قاعد سكوت. شوف بيت فاضي.
خلص ترى هذا عادي، هذا ما فتحناه القفل، هذا ما في. شنو هذا؟ الحظ الخايس يعني يفرق يعني؟ متوقع. شنو هذا؟ حاول صك كل ستة، صك دريشة فتحتها. كلوز ويندو. هذا صك ستارة. ما في ستارة هني حتى هني. خوفي يطلع لك زومبي هني بالمكان هذا، تتوهق. في هني هذا حق شو اسمه البني، مال البني حلو هذا الشيء، حق الحطب يعني تقطع الخط حطب عدل. هذا شنو؟ يا انه خبز مطحون او شيء. هذه شوربه، خلينا نشوف شلون نسوي الشوربه. ناخذ هذه مع هذه، او انها نسوي كذي وت لا هني ايوه. شنو فروم ليتس؟ لا تحط خس، نحط خس. صارت سلطة. يا سلام السلطة. بعد خلينا نشوف شيء، بعد نقطع شيء. نحط هذي بعد هذا، بعد قطع خمس. قطعنا صرت سلطة، صرت من فيها خسين حلو. خلنا ناخذ هذا نسوي شوربة. يبنى الجدر، الجدر هذا نعبيه ماي. فول كوكينج بوتل ايه، لو هذا نطق كذي. نحط المعكرونة هذه حطيناها، الحين شوي نطبخها بالنار شوي. يا سلام يا سلام، اشتري طباخ. حطه هني. طيب السنعة الحين نشغل لي هذا. الحين صار الليل قاعد يطبخ. ترى هو المفروض، ترى هو ذاهب لو تشوفونه، تقدر تاكل عادي. شوف شوف الله، صار فيه كوكينج اللي هني، شفته الخط اللي تحت. والله في تحديثات صارت اللعبة حسنتها حيل. يلا يلا الحين الحين بس خل خلص اكله على ما كذي افتش بعد شنو احصل. عندي شوربة اقدر اسويها. الله خلني اخذ هذا بدل الجنطة على الاقل كذي. انا اخذته الحين بستعمله. تستعمله لازم يحطه كذي على السلاح الثاني، فهمتوا؟ عشان تقدر تحط فيه الاشياء. في 25 كرطاس قطني داخله يعني. هذا كم وزنه؟ وزنه بين هني. خلنا ناخذ الاشياء الاكل نحطه هني فيه، ونحط هذا فيه. ولا ما راح احتاج الحين شوربه. هذا خلص، ما بيحترق. اوه بس بس بس، طف طف طف. حلو، زاد الهنجري يخلصه. حطه معاك وكل على طول ما يصير. شربه كله كله. السلام. بس خل هذا هني عشان الوزن. ناخذ كبريت مثلا. هذا ايش فائدته؟ نقدر ناكله السلطة؟ نشوف. ايه ما فايدة قطة. كل سلطة ما ابيك، ابيك تستانس اليوم، ابيك تستانس. لحظة، هذا خبز توست جنو روتي. حلو، اليوم ما اكلنا وطبخنا، بس يبقى الحين راكدة. بنام هني غرفة هذا مدام فيها ستاير. طالع بس 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 خلنا نوم.
يلا شباب، الحين وصلنا تقريبا 20 دقيقة للمقطع، ويلا يا شباب نبدأ باليوم الثاني على أشياء أحسن، أو إني أبدأ خلف الكواليس أجمع وشي هذا ثاني عشان ما تطول السلسلة أكثر من اللازم، وهذه السلسلة راح تكون نهايتها لما يموت الرجال، لما يموت الرجال هذا راح تكون نهاية السلسلة. يلا شباب، هذه نهاية الفيديو، يلا والسلام، خير وختام.